السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من جديد إلى برنامجكم من هدي القرآن. ما زلنا مع ترتيب ما نزل من القرآن العظيم. وصلنا آخر حلقة لتفسير سورة الضحى، واليوم مع سورة الشرح وتسمى الانشراح، وهي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم. هذه السورة المباركة نزلت في أجواء مفعمة بالصراع، صراع بين الحق والباطل، صراع بين أهل الشر وأهل الخير، صراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر، والعياذ بالله. كان الإسلام لا زال غدا طريا. هذه السورة هي السورة 12 في ترتيب النزول. كان أول ما نزل سورة العلق، ثم سورة القلم، ثم المدثر، ثم المزمل، ثم التكوير، ثم الفاتحة، وتتسلسل السور إلى أن وصلنا إلى ما يسمى بفتور الوحي، أي فتر الوحي، أبطأ الوحي عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة في أن يزداد الشوق النبي الكريم وصحابته الكرام يزدادون شوقا لتلقي المزيد من الرسائل والتوجيهات القرآنية من لدن الله رب العالمين. الأجواء التي نزلت فيها هذه السورة، كان المسلمون مستضعفون، عددهم يتجاوز 40 بالكاد، وكانوا يتجمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وينتظرون بشغف أي سورة نزلت أو مقطع من سورة يأخذونه ويقرؤونه ويحفظونه في صدورهم، ويحرصون على أن يفهموه فهما صادقا واعيا. سبب نزول هذه السورة أنه لما أبطأ الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشعر وكأن ربه قلاه، ربه تركه، فنزل قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. سورة الشرح هي في الأصل تتمة لسورة الضحى، فهما جاء متتابعتين. في مقطع الأخير من سورة الضحى لما قال ربنا عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فهنا تتمت الآية إلى أن قال: ألم نشرح لك صدرك، تتم لها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه كان يشعر بأن صدره يضيق، وكان صدر الصحابة يضيق أيضا، ويروى بأنه قال: سألت ربي أسئلة وددت لو أني لم أسأل عنها،
لأن النفس البشرية تطلب المزيد. يروى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ناجى ربه وقال: يا رب، الأنبياء والمرسلين من قبلي أعطيتهم نعيما كثيرا، جعلت سيدنا إبراهيم خليلا، وجعلت موسى كليما. إبراهيم يسمى الخليل، خليل الله الصاحب، وموسى الكليم، يتكلم مباشرة مع الله تعالى. وأعطيت للمسيح إحياء الموتى، وأعطيت لجبال لداود تسخير الجبال، وأعطيت لسليمان تسخير الرياح، وأعطيت لفلان ولفلان ولفلان. وأنا مدى أعطيتني يا رب العالمين وأنا مستضعف؟ هؤلاء الكفار والمشركين يقولون: يا محمد، إنك أمي، وإنك مجرد راعي للغنم، وإنك فقير، ولم نرى لحد الساعة من علامة من العلامات الدل على أنك نبي. معجزات الأنبياء الظاهرة: سيدنا موسى عليه السلام فرق البحر بعصاه، وسيدنا عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. وأنت ماذا أعطاك الله يا محمد؟ كان يسمع هذه الكلمات تقرع آذانه في كل وقت وحين، فذهب إلى ربي وقال: يا رب، ماذا أعطيتني؟ فقال له الله عز وجل: أعطيتك أفضل ما أعطيت لكل الأنبياء ولكل المرسلين ولكل الخلق. يا محمد، تذكر نعمتي، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كنت يا محمد يتيم، الأم والأب وربنا عز وجل هيأ لك من يربيك، ورباك جدك ثم عمك ثم توليتك، وكنت تقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ووجدك ضالا فهدى، لم تكن تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمك ما لم تكن تعلم. ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقير وربنا سوف يعطيك الأموال الكثيرة وتجبى إليك الخيرات من كل مكان. تذكر يا محمد هذه النعم، إلى أن قال له الله تعالى في مطلع سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك يا محمد. قيل سورة الشرح إنما هي إشارة إلى واقعة شق الصدر التي تعرض لها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في طفولته، لما كان يعيش في أرض بني سعد بني بكر، وكانت مرضعته حليمة السعدية. سيدنا النبي كان يلعب ويرتع مع الأطفال، فبعث الله إليه ملكا فأخذه من بين الأطفال وشق صدره وأخرج قلبه، وأتى الملائكة بطست فيه ماء من الجنة فغسل قلبه من أضران الشيطان ثم أعاده إلى صدره. وكان طفل صغير يلعب ويرتع بجانبه، رأى المشهد فصار يجري عند أمنا، عند حليمة السعدية مرضعة النبي الكريم، وقال: أمه، إن أخي وقع له كذا وكذا. لم تصدق، فجاءت الأم المرضعة تجري، قالت: وجدت محمدا آنذاك وجهه منتقع أصفر وهو يرتعش. بحثت صدره، لم تجد هناك لا دم ولا تمزيق للثياب، وإنما وجه أصفر ممتقى وهو يرتعب. وهذه الواقعة تسمى واقعة شق الصدر، وفي هذه السورة ربنا يشير إليها: ألم نشرح لك صدرك يا محمد. لقد جعلنا صدرك منفتحا منذ أول وهلة وأنت طفل، وسميت بالصادق وسميت بالأمين، وترعت حول بين أعيننا حتى صرت الآن نبيا. شرح الصدر أيها الأحبة الكرام له معاني كثيرة. شرحه قد يكون للأحكام الشرعية، هناك بعض الناس من يكون قلبه منشرحا للأحكام الشرعية، إذا سمع قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح، إذا أمرته بالواجبات يعمل ويستجيب. هذا معنى الشرح للأحكام الشرعية. وهناك والعياذ بالله من يرفضها، تقول له الصلاة تأتيه ثقيلة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس كالمنافقين والعياذ بالله. لم يشرح ربنا صدرهم للصلاة، وكلب خلاء الذين يبخلون عن أداء الزكاة أو الصدقات، لم يشرح ربنا عز وجل صدورهم للعطاء،
وكالمتعبين والكسالى الذين ينامون الليل ولا يقومون مع الفجر ولا يقومون حتى لركعتي قيام الليل. ربنا لم يشرح صدورهم للصلاة بالليل والقيام. وهناك من يأتيه رمضان تجده فرحان سعيد بقبول رمضان، وهناك من قلبه يشمئز رمضان مرة ثانية وإمساك عن الطعام والشراب وسهر وحرارة مفرطة تجده قلبه غير منشرح. وهناك من شرح الله تعالى يفرح برمضان والحج، من يسمع الحج يفرح أيضا، ربه شرح صدره للحج فيفرح للصل لذكر الله تعالى ويفرح أنه سيذهب لهذه البقاع المقدسة ويطرب لسماع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هناك من لم يشرح ربنا عز وجل صدره لهذه الأمور، وهناك من يشرح ربنا صدره لسماع القرآن يفرح ويطرب لسماع المقرئين ويسمع لأساليب التلاوة يفرح، وهناك من يشمئز. هذا يسمى شرح الصدر للأحكام الشرعية، وهناك شرح الصدر أيضا لنبذ المحرمات. هناك من قلبه منشرح، إذا ذكرت له الزنا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خبث وهذه كراهية وهذه حماقة، في حين أن هناك من يعشق الزنا، بل سمعنا من هناك من ينادي بحرية جنسية تحت يافطة الحرية الفردية ويتفاخر ويتباهى بها. لكن من شرح الله صدره للإيمان مجرد أن يسمع هذه الكلمة نفسه تشمئز. هناك من يشمئز لسماع شرب الخمر، أعوذ بالله شراب خبيث كريه. وهناك من يفرح إذا سمع الخمر المعتقة ويتخيلها ويتذوقها ويتغنى بها. وهناك من ينشرح صدره لخبائث والعياذ بالله، المؤمن من طبعه أن صدره ينغلق لهذه الخبائث. شرح الصدر له معاني كثيرة. هناك أيضا شرح الصدر لقضايا القدر. هناك المؤمن صدره منشرح، إذا وقع له خير ذاك فضل من الله، وإذا وقع له شر يقول إنه قدر من عند الله، فتجد قلبه مطمئن. وهناك من قلبه منغلق، إذا وقع له شر يقول لماذا أصبت بكذا ولماذا ربنا قد ابتلاني، ويرد القدر عن الله. أما المؤمن فإنه لا يقول كيف جرى ولا لما جرى، ولكن يقول ما شاء الله وما قدر فعل، وتجده دائما مستسلما لقدر الله، لأن المؤمن يعتقد بأن العطاء من الله عطاء والمنع من الله عطائين، فكل ما يفعله ربك خير عظيم. هذا ما معنى ألم نشرح لك صدرك. المؤمن صدره منصرح للإيمان، صدره منشرح للإسلام، إذا سمع القرآن وإذا سمع كلام الله تعالى يفرح ويسعد ويخشع ويقول يا رب إني مستعد أن أفعل كل ما تطلبه مني بدون جدال ولا نقاش. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يستجيبون لأمر الله تعالى. هذا معنى ألم نشرح لك صدرك. أما من حرم انشراح الصدر فإنه دائما يرفض الدين ويرفض قول الله تعالى ويرفض أمر النبي الكريم وينعته بأن هذه أساطير الأولين وأن هذه خرافة قديمة، أو يقول كلام مضى عليه الزمن وولى وأدبر، ونحن اليوم في عصر التطور وفي عصر الحداثة، وويحتاه وحسرته حينما أسمع بعض المناضلين والمناضلات يطالبون بالتغيير داخل المجتمع ويأتون بقوانين جديدة، وإذا ذكرت لهم القرآن والسنة انغلقوا واكفهرت وجوههم ورفضوا. ماذا تقول هؤلاء المساكين؟ ربنا لم يشرح صدورهم للإيمان، اللهم اشرح صدورهم وصدورنا أجمعين للإيمان والتقوى. فربنا يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، اذكر يا محمد هذه النعمة علينا، لقد كانت قلوب الناس منغلقة وأنت شرحناها لك منذ أول وهلة، لم يأتيك ولو خاطرة للجدال أو النقاش، كنت مستسلما، فالفضل من الله تعالى. إلى أن قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما هو الوزر الذي كان على ظهر النبي الكريم؟ الوزر وهو أعباء الدعوة، أعباء التكليف،
رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أول ما بدأه الله من الوحي قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا. فكان يستشعر بأن المسؤولية جسيمة، لو أمروه بقطع الجبال والبحور لكان أهون، أما أن تتحمل أعباء الدعوة هذا أمر خطير. فكان يشعر بشدة، وربنا عز وجل قال له: اصنع بما تؤمر، اصنع، لابد يا محمد أن تقوم وتبلغ. لما شعر سيدنا النبي برغبة في النوم وراح ينام قال له الله تعالى: يا أيها المدثر قم قم، لم ننزل عليك القرآن لتنام، قم. ولما كان ينام الليل ليستريح يقول له القرآن الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان يشعر بتعب شديد. يروى أن سيدنا النبي كل مرة كان يخمم ألف 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 نقاش في رأسه، ماذا يقول لهؤلاء. مثلا مما يروى أنه قال لما ليلة أسري بي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث يقول: ليلة أسري بي شعرت بغم شديد في صدري، وجلست القرفصاء، وضعت رأسي بين فخذي بين ركبتي، وبدأت أفكر ماذا أصنع. فإذا بأبي جهل يراه فيأتي فيجلس بجانبه وبدأ يستهزئ منه، فقال له: هل من شيء جديد يا محمد؟ فنظر إليه قال: نعم لقد جئتكم بشيء جديد. قال: ماذا أيضا جئتنا به؟ قال: لقد أسري بي من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج بي من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، ورأيت من ملك الله تعالى ما رأيت. فبدأ أبو الجهل يضحك ويسخر ويستهزئ ويقول: هذا الشقي جاءنا مرة أخرى بكلام فظيع، وبدأ يسخر. كان سيدنا النبي يشعر بتحمل مسؤولية كبيرة للتبليغ والتوجيه وهم يرفضون، فكان هذا الأمر شديد عليه. ربنا عز وجل سوف يقول له: يا محمد لا تحزن، إنك باخع نفسك على آثارهم ألا يوجد حج أسفا، تبخع نفسك يعني تقهر نفسك. قال: يا محمد لا عليك، هون عليك، من أراد أن يؤمن فليؤمن، ومن أراد فليكفر، لا إكراه في الدين. هذا معنى قول الله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. كان سيدنا النبي يشعر بوجع في ظهره وكأنه يجر أثقال كثيرة. لما نزلت هذه الآية كأن ربنا عز وجل قال: يا محمد لا تتريب عليك، لا تكليف عليك، سير على بركة الله، إنك بأعيننا. إلى أن قال: ورفعنا لك ذكرك. هذه أعظم ما في القرآن العظيم، ورفعنا لك ذكرك. يروى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينتظر من ربه شيء يميزه عن باقي الأنبياء. كل نبي أعطاه الله تعالى معجزة، أعطاه الله كرامة، أعطاه الله مرتبة، فماذا أعطيتني يا رب العالمين؟ قال: ورفعنا لك ذكرك. يا محمد إن النعمة التي أعطيناك أكثر من إبراهيم، هو مجرد خليل وحبيب الرحمن، وأكثر من موسى، هو مجرد كليم، وأكثر من عيسى، هو يحيي الموتى، أما أنت يا محمد فإذا ما ذكرت إلا وذكرت معي، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ذكرت يا محمد إلا ذكرت معي. وهذا أعظم ما في القرآن العظيم، ورفعنا لك ذكرك. سيدنا النبي أكثر ما يذكر، إذا ذكر الله ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكره في الأذان، ونذكره في الإقامة، ونذكره في الصلاة في التشهد، ونذكره في كل وقت وحين. فسيدنا النبي صار مذكور، الآذان المآذن عبر العالم على مدار 24 ساعة، دائما نسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا معنى قوله: ورفعنا لك ذكرك، ثم جعلناك محبوب، جعلنا هذا الاسم محبوب في القلوب ومحبوب في النفوس وترتاح له الألسن. فمعنى رفعنا لك ذكرك جعلنا لك مقاما عليا. إلى أن قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نزول هذا المقطع من الآية وهو أن الصحابة كانوا فقراء وكانوا محتاجين، معظمهم من العبيد
ومعظمهم من الخدم، فكان كفار قريش من الأغنياء والأثرياء وعلية القوم يسخرون منهم ويضحكون. فكان النبي الكريم ينتظر من الله تعالى شيء من الخير يدخل السرور قلوبهم، فنزلت الآية بشرهم الله تعالى بأن اليسر سيكون طريقهم، هذا العسر لن يبقى وسيأتيهم الله تعالى بالخيرات. لما نزلت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرح وسر وابتهج وقال والله لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر جاء معرفا واليسر جاء نكرة، والنكرة إذا جاءت تعددت، بمعنى أن العسر قد يكون قليل لكن اليسر أكثر منه بكثير جدا. وكانت بشارة للصحابة بأن هذه المعاناة وهذه الشدائد سرعان ما سوف تزول، وبشارة بأن الله سوف يقوي شوكتهم، وبشارة بأن الله سوف يكثر عددهم، وبشارة بأن الله سوف ينصرهم نصرا مؤيدا، وبشارة بأن الله سوف يفتح عليهم خزائنه وتأتيهم الخيرات من كل جانب. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة تدخل القلب الفرحة والسرور والبشر. إلى أن قال في ختام السورة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه البشارات وهذه الكرامات، لما قال ربنا عز وجل رفعنا لك ذكرك هذه كرامة، ولما قال مع العسر يسرا هذه بشارة، ولكن ما مفتاحها؟ كيف الوصول إليها؟ أعطانا ربنا طريقة الوصول، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا محمد أنت وأتباعك من المؤمنين والمؤمنات حينما تنتهي من العمل فالوقت الأخير لديك املأه بالعبادة، بالسجود، بالركوع، بتنتصب لله رب العالمين. إذا فرغت فانصب، انصب بين يدي ربك، اذكره واسجد له واركع إليه. وإلى ربك فارغب، إياك يا محمد أن تطلب من الخلق المساعدة، إياك أن تطلب من الخلق أن يعطوك أو ينصروك. أي طلب طلبته اطلبه من ربك فقط وحده لا شريك له، وسوف هو سبحانه وتعالى يهيئ لك الخلق ويختار لك أطيب الخلق وأنبل الخلق يسخرهم لك ولخدمتك. إياك يا محمد أن تتدلل، لأن سيدنا النبي أراد أن يبحث عن بعض الأغنياء والأثرياء لعلهم يجودون، لعلهم يقدمون إلى المساعدة، فقال له رب العزة إياك إياك اترك الأمر لله وحده لا شريك له، وسوف يختار لك أجود وأنبل من سوف ينصرون هذا الدين. فعلا بعد هذه السورة سيسلم حمزة ابن عبد المطلب، وكان قوي وكان الشديد في الحق، وسوف يحمي المستضعفين من الصحابة. هذه السورة أيها الأحبة الكرام على قصر حجمها فيها معاني كثيرة، هي تحكي أي نعم عن واقع السيرة النبوية الشريفة وأسباب التنزيل، ولكنها ممتدة في الأطر إلى قيام الساعة. فكل من كان منا يعاني من الحزن أو الهم أو الاكتئاب، علاج فعال لأمراض الأحزان والهموم، وكل من كان مكتئبا يقرأ هذه السورة، إذا قرأتها شرح الله صدرك للفرحة والسرور. وكل من كان عنده شك في الدين، وكل من أراد أن يصلي ويشعر بتعب، وكل من أراد أن يقرأ القرآن ويشمئز، وكل من أراد أن يفعل فعل الخير وتجده دائما قلبه غير منفتح، يقرأ هذه السورة يشرح ربنا صدره للعبادة. وكل من تلقى قدر الله ولم يرضى به، أعطى الله شيء قدر في شدة في صعوبة ولم يرضى بالقدر، ما عليه إلا قراءة هذه السورة وربنا يشرح صدره للقدر ويقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر على ما قضيت. خلاصة الكلام أن من أراد الراحة النفسية ومن أراد السكينة القلبية عليه بقراءة هذه السورة ألم نشرح لك صدرك. جميع الأعباء التي تجرها وراء ظهرك أيام زمان، عندك أعباء، عندك انزلاقات، عندك تاريخ مظلم، عندك تجارب في الحياة مؤلمة، كلها وداعا، سينقطع الحبل الذي تجر به هذه الأعباء ولن يبقى عندك عبء، تشعر بأنك متحرر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. من كان ذليل
ويشعر بأنه لا قيمة له، وأراد أن تكون له قيمة عظيمة، ذكره مرفوع في الأرض وفي السماء، والناس يثنون عليه. يقرأ هذه السورة: ورفعنا لك ذكرك. كل من كان يشعر بأنه لا قيمة له، وأن الناس كلهم يسخرون منه ولا يحترمونه، وما عنده شي سبب للاحترام، ما هو غني، ما هو عالم، ما هو رأس السلطة، ما هو جميل، بماذا سوف يمدحونك؟ قل هذه السورة، رددها، وسيعطيك الله الجلال، وسيعطيك الله تعالى البهاء، ويعطيك المحبة في قلوب الخلق. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، كل من عنده شدة في حياته ويشعر بأن الأبواب مغلقة، بحث عن عمل فلم يجده، بحث عن زوجة أو هي بحث عن زوج فلم تجده، أو بحث عن رزق فلم يتيسر له، كل هذا سوف يزول. ربنا سيعطيك الخير ويجعل كل عسير عليك سهل يسير، لكن كل هذه المطالب بشرط أنك لما تختلي مع ربك ارغب إليه واسجد له واذكره كثيرا، واقطع صلتك بالخلق كلهم، وادعو الله تعالى. ما هي النتيجة؟ الحياة الطيبة. سوف تشعر بأنك أسعد خلق الله، ستشعر بأنك فرح مسرور ومبتهج. هذه السورة أيها الأحبة الكرام، كان الصالحون إذا قرأوها شعروا بأنهم أسعد خلق الله، وأنهم في نعمة شاملة، وأنهم قريبين من الرحمن، وأنهم حبيبي سيدنا العدنان، ويشعرون بالسعادة المطلقة. فاللهم يا رب يا كريم، املأ حياتنا طيب ونور، واشرح صدورنا للإسلام والإيمان، واجعلنا من عبادك السعداء. قولوا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.